اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن حازم، في البدايه بيراميدز لم يبدا بالمستوى المطلوب بالنسبه للدوري المصري الممتاز، لكن تراجعت الامور ورعدت امور نصابها في اخر 3 مباريات، فوز في الكونفدراليه الافريقيه اخر مباراتين وفوز ايضا في مباراه الدوري على طلائع الجيش. اما بالنسبه للجونه اختلفت الامور، بدا بدايه ممتازه بالنسبه للدوري المصري الممتاز، اخر 4 مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز، حتى كان في الاسبوع السابع في المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز، لكنه تراجع حتى الان اصبح في المركز صح. يعني يمكن خسر من السيراميكا وخسر من الانتاج وتعادل مع البنك الاهلي وبعدين بيخسر من المقاولين، نتائج مش احسن حالاتها، لكن يعني مقارنه بعدد النقاط يعني جونه لغايه دلوقتي لعب 13 اسبوع جايب 20 نقطه مقارنه بالسنه اللي فاتت جونه جاب في ال 36 اسبوع حاجه و30 نقطه 19 نقطه جونه 19 السنه اللي فاتت حاجه و30 نقطه تقريبا في ال 36 اسبوع. يعني انت لسه بتسخن فمش هنقدر انا بقى استنى شويه عليا بقى بلين لسه بجميع الاحوال بدايه احسن بكتير للجونه من السنه اللي فاتت، بجميع الاحوال بتلعب كوره احسن، حتى الاجوان حتى ماتشات الخسرت هتلاقي الجونه دايما بيجيب اجوان، يعني 3-2 الماتش اللي فات يمكن دخل فيه 3 اجوان في 10 دقائق ورجع في اخر 5 دقائق. صحيح عنده مقاومات فرقه كويسه، عمل في السيزون جاب عمر السعيد في وسط الموسم جاب جونين الماتش اللي فات. بص الجون اكيد مش هينافس على المقدمه، يعني خلينا برضه نكون واقعيين، لكن هو السنه دي انا شايف الجونه بتلعب كوره كويسه جدا، كوره هجوميه، في هدوء في الملعب بشكل كبير جدا، في لعيبه شكل اختلف عن السنه اللي فاتت، معظمهم لعيبه جديده لكن بتقدم بشكل كويس. انا شايف الحاجه كويسه في الجونه السنه دي كمان فكره ان انت جبت لعيبه كتير بقت بتاعتك، مش موضوع الاعراض. صحيح موضوع الاعراض ده برضه انت بتقعد تدي يعني بتدي لعيبه وفي الاخر بتمشي وتسيبك وما بقاش عندك قاعده من اللعيبه تشتغل عليها كويس، فكره ان انت تشتغل على لعيبتك وتشتغل عليهم سنه واثنين وثلاثه دي هتفيدك بشكل كبير جدا. بيع بواليا، انك بيعت بواليا في وسط الموسم او اول ما الموسم يبتدي برضه دي اكيد بتهز اي فرقه قويه، فرقه ما عندهاش هدافين كتير وهو الهداف بتاعها من السنه اللي فاتت ويمشي واكيد لازم يحصل فيها هيحصل مشكله شويه، وجابوا عمر السعيد برضه البديل كويس وارد احمد حمدي، بيع احمد حمدي وبيع احمد حمدي، فانت برضه خلي بالك هما ماشيين بيع ويجيب الفلوس لعيبه ثانيه ويحاول يعمل انكم كويس بالنسبه له ويعمل مكسب بالنسبه له وفي نفس الوقت يعمل نتيجه كويسه، صعب كل ده يتعمل في وقت قليل. انا شايف النتائج في تراجع شويه لكن اكيد احسن من الفتره اللي فاتت. الجونه مش هينافس لكن هيلعب كوره كويسه وهيجيب نقاط، يعني اعتقد هيكون السنه دي في وسط الجدول بشكل هادي، يعني مش هيبقى فيها مشاكل او يعني زي كل سنه اللي هي في اخر اسبوع يكمل في الدوري وكده. يعني